من كافنتري. ينضم إلي مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن. أهلا بك سيد رامي معنا في هذه النشرة. يعني بداية، هل من إحصائيات دقيقة اليوم لأعداد المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق؟ نعم، المرتزقة الأردوغانيين مساء الخير وليسوا سوريين حقيقة الأمر، ولا علاقة لهم بأبناء الشعب السوري لأنهم يعملون تحت العباءة الأردوغانية عباءة الحكومة التركية. إلى الآن المحقق الواصلين إلى ليبيا هم نحو 9600 مرتزق من العاملين تحت العباءة التركية، بالإضافة لأن هناك نحو 3300 على الأقل هم في معسكرات في جنوب تركيا تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني أو للقتال تحت عباءة الخليفة أردوغان في ليبيا الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. نحن لا علاقة لنا بالشأن الداخلي الليبي، ولكن الواقع يقول بأن أردوغان يستغل أبناء الشعب السوري ويقوم بزجهم في معركة لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد. دعينا نقول أيضا بأن قضية تجنيد الأطفال هي مستمرة، وقضية قتل الأطفال ومقتلهم في ليبيا هي مستمرة. نتحدث عن 304 قتلى من المرتزقة، بينهم ما لا يقل عن 17 طفل دون سن 18، أعمارهم تتراوح بين 14 والسابع عشر. هؤلاء 17 طفلا، أي أن هناك أطفال في 14 من عمرهم جرى نقلهم عبر الأجهزة التركية عبر طائرات الحكومة التركية إلى مطار اسطنبول، وبعد ذلك نقلوا بطائرات أخرى إلى مطار طرابلس أو مطارات خاضعة لحكومة الوفاق الوطني. وهنا نقول للمبعوث الدولي حقيقة الأمر هناك الكثير من الكثير يجب أن تتحدث عنه، فليس الحديث الإعلامي والإدانة، يجب أن تعمل مع الحكومة التركية التي تحمل أوراق أو تمتلك أوراق كثيرة للضغط على المجتمع الدولي لوقف هذا الإجرام بحق أبناء الشعب السوري وحق أبناء الشعب الليبي. طيب سيد رامي، يعني تحدثت أيضا عن أعداد يتم نقلهم إلى معسكرات تركية، هل من تفاصيل، هل من أرقام، هل من معلومات؟ نعم. عن هذه المعسكرات هناك؟ نعم، هي موجودة في جنوب تركيا، هم يتجمعون بها تمهيدا لنقلهم من جنوب تركيا إلى مطار اسطنبول، بعد ذلك أحد مطاري اسطنبول داخل حرم المطار دون الخروج من المطار، يتم نقلهم إلى طائرة متجهة باتجاه ليبيا دون أن تكون لديهم أوراق أو تأشيرة دخول أو أوراق تثبت أنهم غادروا من تركيا. لذلك نقول أن الأمر يتعلق حقيقة الأمر بقضية يعني عملية إجرام تقوم بها الحكومة التركية بحق أبناء الشعب السوري. طيب إلى أي جماعات ينتمون هؤلاء المرتزقة؟ يعني هل ينتمون إلى جماعات مسلحة معينة دونا عن الأخرى في سوريا؟ لا. يعني هو بالإجمال مثلا اللواء المعتصم، جيش الأفلام أو جيش الإسلام، وفيلق الرحمن، فرقة السلطان مراد، لواء صقور الشمال، الحمزات، سليمان شاه، وفصائل أخرى، كل الفصائل باستثناء قلة قليلة منها العاملة تحت ما يعرف بالجيش الوطني التابع للحكومة المؤقتة، هم أحرار الشرقية، جيش الشرقية، جميعهم أرسلوا مقاتلين إلى ليبيا وجميعهم أرغموا، من لا يريد أن يرسل أرغم على إرسال مقاتلين وألا تقوم المخابرات التركية بفضح فسادهم وفضح الانتهاكات التي قاموا بها وفضح بعض الأخلاقيات التي يمارسونها بحق أبناء الشعب السوري، سواء في مناطق الاحتلال التركي في عفرين أو مناطق أخرى تحتلها القوات التركية في شمال سوريا. السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري في كوفنتري، شكرا جزيلا لك.